البداية بإرهاب الطرقات وبخصوص الخبر الهام الموضح أسفل الشاشة، حيث أدى حادث مرور مروع في المكان المسمى حوش بالغواطي بالطريق الوطني رقم 1 باتجاه بوغزول بالمدية، أدى لوفاة 4 أشخاص وتسجيل 5 جرحى في حصيلة أولية. الحادث حسب مصالح الحماية المدنية نجم عن اصطدام 4 سيارات نفعية. ولتقديم تفاصيل أوفى يلتحق بنا عبر الهاتف السيد كريم بن فحصي المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بولاية المدية. صباحك سعيد سيدي الكريم، هل لك أن تقدم لنا تفاصيل أكثر عن طبيعة هذا الحادث وحصيلة الجرحى حتى الآن؟ صباحك أسعد سيدتي المحترمة، صباح الخير لكل مشاهدي قناة مها على مستوى الوطني. فعلا سجلت مصالح الحماية المدنية صبيحة هذا اليوم في حدود 7:10 بالمكان المسمى الغواطي طريق الوطني رقم 1 بلدية بوكزول دائرة الشنبونية حدث مرور مروع وخطير ومميت، خلف هذا الأخير 4 وفيات في عين المكان و5 ضحايا. للإشارة أن الحادث يتمثل في اصطدام 4 سيارات سياحية، 2 من نوع رونو سامبول، 1 من نوع داسيا لوغان والأخرى من نوع فيجو 301. الضحايا قلت او المتوفين في عين المكان يتراوح سنهم حوالي ما بين 60 و87 سنه كانوا متوفين في عين المكان. بالنسبه للمصابين سجلت مصالحنا 5 ضحايا في عين المكان يتراوح سنهم حوالي من 6 سنوات الى 56 سنه، كانت لهم جروح خطيره، جروح بليغه على مستوى الاطراف، على مستوى الراس، على مستوى كامل الجسم. تم تقديم لهم الاسعافات اللازمه في عين المكان وتحويلهم على جناح الاستعجال من طرف مصالحنا الى مستشفى قصر البخاري، كما تم تحويل جثث الضحايا الى مصلحه حفظ الجثث بذات المستشفى. للاشاره فقط انه من بين المتوفين الذين كانوا على مستوى سياره سياحيه من نوع لوغان كانوا محصورين، تدخل اعوان الحمايه المدنيه لدائره الشهبونيه والوحده الثانويه كذلك لقصر البخاري باستعمال ادوات القطع والتفكيك من اجل انقاذ او اجلاء الضحايا الذين كانوا محصورين على متن السياره لتحويلهم على جناح السرعه الى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ماذا عن الاسباب سيد بن فحص التي ادت، يعني ورد انه 4 سيارات سياحيه، اصطدام 4 سيارات سياحيه، ما هي الاسباب الاساسيه التي تسببت في هذا الحادث المميت؟ والله سيدتي المحترمه الكل يعرف، كل المواطنين خاصه مستعملي الطرقات، مستعملي المركبات والسيارات السياحيه، انه فعلا طريق الوطني رقم 1 يشهد عمليه بناء وعمليه تشييد لطريق السيارة او الطريق السريع، مما جعل ربما من حركة المرور تولي هناك ازدحام وكثرة في المركبات سواء الشاحنات أو السيارات السياحية أو السيارات النفعية، الشيء الذي يجعل من هذا الطريق تكثر فيه نوع حوادث المرور. بالنسبة للحادث الذي سجلته مصالحنا صباحك اليوم، يعود ربما السبب إلى التجاوز الخطير وعدم احترام إشارة المرور واستعمال السرعة المفرطة، الشيء الذي جعل الاصطدام يحدث في هذا المكان المسمى حوش الغواطي طريق الوطني رقم 1. اتضحت الصورة سيد كريم بن فحصي المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية من ولاية المدية، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة.